أعزائي المشاهدين، أهلاً وسهلاً ومرحباً فيكم. أكبر مشكلة تواجهنا وتواجه العالم اليوم وكل يوم هي نظرة كل واحد منا للآخر. نظرة سببت شرخ كبير في علاقاتنا الإنسانية مع بعضنا البعض، لأني من خلال نظرتي لك بيكون تعاملي معك. فإذا كنت أنظر لك باعتبارك أخ وشريك في الحياة، فبيكون تعاملي معك تعامل الإخوة. أما إذا كنت أنظر لك باعتبارك عدو لدود، فأكيد بيكون تعاملي معك تعامل الأعداء. فنظرة تعيشنا في حب وسلام، وثاني تعيشنا في حرب وخصام. ولله دور أساسي ومهم في تحديد كل نظرة وانعكاسها على حياتنا في الأرض. فكل إنسان ومن خلال تعاملاته مع الآخرين يعتبر ممثل شخصي لإلهه اللي يعبده، وكل واحد فينا يأثر في دائرته بحسب تأثير الله فيه، ولكل دين تأثير واضح على شعبه ومجتمعه وكل العالم حوله. وبحسب هذا التأثير، سلبي كان أو إيجابي، يمكن وبكل سهولة اكتشاف ثمر معرفتنا بإلهنا. فهل يوم عرفناه عم الخير وتقارب الناس وانتشر السلام، أو صاد الشر وعمت الحروب وسفكت الدماء؟ فمن خلال نظرتك لغيرك أقدر أقول لك من إلهك. فهل تنظر لغيرك على أنه أخ وشريك لك في الحياة، أو تشترط عليه يكون على نفس دينك ومعتقدك عشان ينول هذا الشرف الرفيع ويسلم هو وأهل بيته من حد سيفك؟ هل الآخر كافر عدو لله، دمه وماله وعرضه حلال، لا يملك نفسه ولا حريته وأنت وصي من الله عليه وعلى حياته؟ أو هو حر في نفسه وماله وتفكيره؟ عندما خلق الله آدم وحواء، خلق لهم الأرض مسكن لهم، وأوصاهم وقال لهم اثمروا واكثروا واملؤوا الأرض واخضعوها. وكانت إرادته أن تنتشر الذرية وتعمر الأرض ويعم السلام. عشان كذا حرص الله على بناء علاقة قوية تربطنا إحنا البشر ببعضنا كشركاء في نفس المهمة ونفس الأهداف. لذلك ركزت تعاليم السيد المسيح على بناء علاقات قوية معاه ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا، لأن كلنا شركاء في الأرض والحياة، ولكل منا واجب مقدس تجاه الآخر. فكانت أول الوصايا وأعظمها عند الله أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. هذه الوصية الأولى، والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. والمقصود بقريبك في المفهوم المسيحي هو كل إنسان غيرك أنت، يعني كل الناس، البعيد والقريب، المسيحي والغير مسيحي، المرأة والرجل، حبيبك أو عدوك، اللي تعرفه واللي ما تعرفه، من دمك أو غريب عنك، زميلك أو جارك، جارك السابع أو حتى جارك المية. يعني في المسيحية كل الناس أهلك وأخوانك، والعلاقة ما يحددها قرب أو دم أو تشابه أو معتقد أو دين. فكل الناس أخوة طالعين من نفس البيت ولهم نفس الإله. ما في شيء اسمه أخوك المسيحي أو المسيحي للمسيحي كالبنيان يشد بعضه بعضا. فكل الناس أخوة، كل الناس أقرباء، وحتى لو كنت في نزاع مع أحد فهم يعتبر أخوك، وله حق عليك أنك تحبه وتباركه وتصلي من أجله وتتواضع له وتكون صادق وأمين معاه، تسامحه وتغفر له كل زلاته، وتهتم بحياته
وتقدمه حتى على نفسك وتحبه وتحب كل الناس. لا تخاصم ولا تكره ولا ترفض ولا تقتل ولا تسلب ولا تكفر. وحتى كلمة صغيرة إذا بتزعل أحد إخوانك منك فبلاها، لأنهم إخوانك اللي المسيح حبهم مثل ما حبك وفداهم مثل ما فداك. وكذا بس تكون ابن حقيقي لأبوك السماوي، تنشر السلام وتكون أخ محب لإخوانك. ودائما تذكر كلام المسيح لنا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. هذا هو قانون المسيح في التعامل مع الآخرين. وبكذا أوصانا كبشر أن نحب بعضنا بعض وبنفس المحبة وتنفيذ لوصية السيد المسيح. أدعوك أخي، أدعوك اليوم تتعرف عليه وعلى تعاليمه وتقبل عطاياه ونعمته، فتخلص أنت وأهل بيتك. فالله بيسألني عنك مثل ما سأل قابيل عن أخوه وقال له: أين قابيل؟ أين هابيل أخوك؟ أتمنى من الله أن يملأ قلوبكم محبة للآخرين، محبة تطرد الكره والشر والحقد، محبة تكون لكم نور وحياة، محبة تغير حياتكم، محبة تهزكم من الداخل، وبالمحبة ألقاكم الأسبوع الجاي على خير وفي أمان الله.